مزينو نهار اليوم، صحة عيدكم. مزينو نهار اليوم، مبروك عيدكم. مبروك عيدكم يا الحباب. وعلى قنوات الشروق نطرق كل باب. طبعا زملائنا رافقوكم اليوم ابتداء ومنذ الصبيحة، وانا الان ننضم لكم مع زميلتي مديحة. شكرا لك رياض. صحة عيدك مديحة. صحة عيدك رياض، مساءكم سعيد مشاهدينا، وعيدكم اسعد، ينعاد عليكم بالصحة والهنا ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير، كل عام والجزائر الحبيبة بألف ألف خير، وكل الوطن العربي وكل الأمة الإسلامية. طبعا احنا ما زلنا محتفلين معاكم بعيد الفطر المبارك، مفاجآت عديدة وضيوف متميزين بزاف وبزاف وبزاف، ما نكشفلكمش عليهم. بقاو معانا فاصل صغير ورانا حنعاودو نرجعو. إذا صحة عيدكم مرة واحدة أخرى، شكرا لكل من اختار قناة الشروق ولا قناة سي بي سي بنا ولا قناة شروق نيوز، يعني قنوات الثلاثة كلها راهي في نقل مباشر، كلها يعني من أجل التغطية، تغطية عيد الفطر المبارك. عيد الفطر المبارك، قريب قلت نعم. العيد الكبير اللي فيه رمضان. نعم حبينا نعم. نقول لكم برك ماشي لاقتراحاتكم، يعني لمراسلتنا أو ظهر رقم الهاتف أسفل الشاشة، بعتونا تهانيكم، بعثوا لنا لما انكم حابين تبعثوا لي ميساج وتهاني تاع العيد. واش تقولي لهم مديحه؟ طبعا نحن مجندين لتقديم هذه التهاني، واللي نتمناه ان شاء الله من خلالها كل الخير ان شاء الله تلقاوها في كل عام في بلدنا الحبيب الجزائر. طبعا وما تحلاش لمه العيد الا باحباب الشروق واحباب أكيد. كل الجزائريين رياض، ونبداو من اليمين الى اليسار. أي معنا صاحبة الصوت الشجي والإعلامية المتميزة جدا منى الغربي، مرحبا بك. يعيشك، مرحبا بك وهلا رياض. الأخت كذلك يعطيك الصحة، شكرا لحضوركم، كذلك الضياف اللي راهم معنا كذلك. أنا فرحانة بزاف أني استدعيت من قناة الشروق في العيد. ونقول طبعا صحة عيد كل الناس اللي راهم يتبعوا الشروق، كل الناس اللي يتبعوا الحصة تاعكم، وكذلك كل الجزائر والأمة الإسلامية. إن شاء الله راكو كامل بألف خير، ونتمناو السلام والصحة للكل. أمين يا رب. وإحنا طبعا إحنا في الجزائر ما عندناش أهرامات، ولكن مؤخرا ولات عندنا كليوباترا الجزائر. السيدة عايدة عبابسة، مرحبا بك. مساء الخير عليك. صحة عيدك. صحة عيدكم، عيدكم مبروك المشاهدين اللي عم عبرشهم. راح علينا ضيف عزيز وغالي اليوم فريمون، ولكن الحمد لله رانا نحاولوا نتأقلموا ان شاء الله. ينعاد علينا بالصحة والهنا على الأمة الإسلامية كلها، وأخص بالذكر الجاليات الجزائرية الموجودة المتغربة. نعم، وطبعا معانا صاحب اللمسات الفنية اللي يبدع دايما بأنامله الذهبية، المصمم المبدع كريم أكروف. مرحبا بك، عيدك سعيد، كل عام وانت وعيلتك بألف خير. كريم مساء الخير. صحة عيدكم رياض. صحة عيدك مديحة. منال اللي راهي دكولات أخت ليا، الاختني عايده، نقول لكم صحه عيدكم. الشروق راني دوكوليت من العائله كل عيد، كمل الدار يعني كمل الدار عادوا كامل يعرفوني. الله يبارك، نقول لكم صحه عيدكم وان شاء الله نجوزوا وقت شباب مع بعض. نعم. منين نبداو منال؟ نعاودوا نقولوا لك، احكي لنا منال، يعني في رمضان كيفاش تجوزتي؟ احكي لنا شويه على العيد البرومي جور، سرقناك من العائله تاعك. منال كانت نشطه جدا يعني كثيرا جدا جدا ما شاء الله عليك. خلال شهر الفضيل كنت نشطه جدا، احكي لنا على تجربتك في هذا رمضان. شهر رمضان المعدم ديجا نتمناو ان صيام مقبول لكل الامه الاسلاميه. شهر رمضان انا نفرح بزاف كي يجي رمضان، لانه شهر رمضان كما نقول عنده بنه وحلاوه فريده من نوعها بالجزائر، يعني ما كاش بلد ربما تكون عنده رمضان كما الجزائر. الجزائر احنا كجزائريين دائما نقولها، حتى الناس اللي ربما ما يطبقوش بزاف يعني ربما الدين الاسلام وهذه، لكن رمضان كل شعب جزائري يتبع رمضان ومحافظين بالبزاف على هذا الشهر. وطبعا رمضان هو للصلاة وللذكر وللتآزر والمساعدة، التضامن مع الناس كذلك، لكن هو شهر اللي يكون فيه الكثير من التظاهرات الثقافية بكل البلد، كل مدن الجزائر، وهذا اللي يخلي الفنانين خصيصا في شهر رمضان كما قلت أختنا دي حي نشطوا بالبزاف. نعم. وأنا الحمد لله شهر رمضان
رمضان كان كان بالنسبة لي شهر عمل بالبزاف، يعني زيادة عن عملي اليومي اللي نقوم به في ميدان الصيدلة، يعني سالغي ككل الجزائريين. يعني كان شهر رمضان يتناسب لي مع حصة اللي قدمتها على قناة سميرة تي في، قناة كونكورنت قناة سميرة تي في. خلاص أنا قلت اليوم العيد. نعم عليك. نعم العيد. نعم نوجه لهم تحية زملائنا. طبعا زملائنا قاعدتنا الجزائرية اللي كانت يعني حصة جديدة وبطابع جديد وبنوع جديد، ربما ماشي ما فينا نشوفوا حصص هكذا في هذاك لو ديكور. كان حقيقة الناس يقولوا لي قصر دار وين وسيتو لو تورناج. هو سي ان بلاتو تيلي، سي ان ديكور، كان ديكور تاع القصبة، كان يعكس الروح الجزائرية. كان يعكس الروح الجزائرية والثقافة الجزائرية وخاصة التقاليد الجزائرية، لأنه حتى ولو دائما نلبسوا هذه الألبسة التقليدية، والجزائر معروفة بالبزاف بكل وربما كريم أكخوف رايح يتكلم على هذه الأشياء أكثر مني، وشكرا على اللباس الرائع اللي لبسني به الليلة جون بوفيت رياض. نعم. يعني الإطلالات تاعنا المميزة جدا، ورانا نزوخ ورانا غير نقول هي من إبداع المصمم الجزائري العالمي كريم أكخوف. وكريم كنت شاركت، يعني احنا شفناك يعني اسمك ارتبط بزاف مؤخرا مع منال الغربي، خاصة في كل السهرات والحفلات الحفلات الفنيه اللي قامت بها بزاف. وشنو سر يعني اجتماعكم مع بعض؟ القلب. كيما يقول لك القلب كيحس القلب، يعني انا دائما نقول الفنان ايا كان، قبل ما يكون حرفيه وقبل ما يكون تقنيات وقبل ما يكون اكسبرتيز كذلك، هو سلوك وحيد. الفنان سلوك، ربما كذلك وقلب تحس، حب الحفاظ على التراث حب الجزائري، حب الحفاظ على التراث الجزائري، لكن كذلك ارتاح لي وارتحت له. يعني كريم اصبح براتيسيان امي، يعني نتعاملوا كثير مع بعض ونتفاهموا بوكو، على باله واش نحب بزاف سكيفي. هو كذلك يعني يحب انه اللباس تاعو يكون ممثل، يعني ربما من طرف الناس اللي حفظوا يحبوا التراث الجزائري والثقافه الجزائريه، ويعني يتناسب هذا طبعا مع الاغنيه وربما رياض بعيدا على التراث الجزائري روحوا للتراث المصري اللي تألقت من خلاله السيدة عايدة الملكة الحية الملكة. نعم ما حبيتش نقول الحية خلاص راحت فيا. يعني السيدة عايدة حكينا على تجربتك من خلال المسلسل اللي تابعوه وحدث يعني من خلاله الكثير من الجدل والضجة في هذا الشهر الفضيل. ما هو بسبب نجاحه أخذ هذه الضجة، فهي كانت تجربة جميلة جدا لي، لأنه فعلا على فكرة أول واحد لقبني بكليوباترا الشاشة كان رياض بن عمر، وشحيله علي والله العظيم. وأكثر واحد شهرني في الجزائر الحصة تاعه سبحان الله العظيم. فجاني هذا الدور وأنا كنت حباه صراحة، عارفة أنا عندي أم ولدتني وأم ربتني، مصر ربتني. نعم. عشت 27 سنة هناك، فلما تعرض علي الدور ما فكرتش ثانية، يعني قبيتيه يعني في الـ كي جبت لي لو تكست باش نقراه، سيتي ملكه شمطاء، قلت لها شمطاء عجوز اللي انت عايزه باش تكون ملكه فرعونيه. انما لما وصلت لتونس لا، كانت تجربه رائعه. سيتي رول دو كومبوزيسيون اللي تي با فاسيل، كاين يا بوكو دو سيكونس اللي نحاتهم باسكو كانوا شويه متاثرين، كاين اللفعه هذيك تعود تضرب فيا، اللفعه تعود تحشك ترجع لي في الدم. سيتي دي سيكونس تري ديفيسيل، ما حبيتش تجوزهم. وتشكر قناه الشروق على فكره انها اخذت هذا العمل الرائع اللي فعلا لقى صداه برا. يعني احنا شوفي احنا يكفينا انه هذا العمل اخذته الام بي سي، وهذا اول عمل شمال افريقي تاخذه. تقييمك لهذا العمل؟ نعم تقييمك عايده لهذا العمل. شوفي il y a des inconvénients mais il y a beaucoup d'avantages d'accord il y a des avantages dans le sens où une برزة فنانين في شخصيات غريبة. الديكور كان فوق من رائع، يعني انا شخصيا كان المعبد تاعي فرعوني صراحه كلفها كثير، حتى التقنية غزالي تشكر 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 على اللي عملته مع الفنانين. ايكوتي كونت فو فويي لو ترافاي ايفيكتيفمون، بالك بالنسبه للمتفرجين برا ما يفهموش اللكنه الجزائريه، ولكن الديكور عجبهم جدا. إذا يعني انا ناس كلموني من مصر من الامارات ميزامي على الاترانجي يمون دي كوت لو ديكور اي مانيفيك اون سي با سكي سباس مي لو ديكور اي مانيفيك. فاحتمال كبير يكون، ولكن ان يا با دو كومون دي سا دو سايد افكت، ما فيش دي تروك ديسوفون فو كومبروني، يعني اي ني با كاتاستروفيك دو تو نو جو تروف كو سي ان تري بو ترافاي. في اشياء لازم تتعدل، يعني التايمينغ كان بزاف قصير، التوقيت كان بزاف قصير،
يمكن الاسماء، انا نقول الاسماء، بعض لي سيكونس ما كانش ليهم لازمه، يعني حتى انا قلت لها، قلت لها يعني لو كنت تقدري تخليه في اطار الحاجات القديمه دوك نقول لك علاش، لانه الناس عارفه مع رمضان مكتئبه في الاول، فاون اون مار دو فوار لاغريسيفيتي، اون فو فوار دي شوز كومون فانتازيا، وهذا فعلا عمل فانتازي يعني ما هوش وكنت علمك انه استقطب مشاهدين اطفال اكثر من الكبار، ومن من الصغار يعني الاطفال اجبروا اهاليهم انهم يشوفوا هذا العمل، فان دل على شيء يدل على نجاح. راح يشوفوك في عمل يعني في الجزء الثاني ان شاء الله السلسلة. ان شاء اتمنى طبعا اتمنى لانه جو سوي ان راكور دابور اي بي لازم يقتلوني. نعود نولوا للعمل تاع بوغرون، ودوك الان نعود نولوا للمصمم كريم مكروف. كريم شفنا مؤخرا يعني في الاعياد يعني خلينا نقولوا من ثلاث سنوات ورواح ولو يديروا حملات مثل البس الجزائري في العيد، يعني ولو كامل الناس يحبوا يلبسوا اللباس تقليدي سواء رجال ولا نساء في العيد، واش تقدر تقول لنا على هذا الشيء؟ والله يعني هذه حاجه مليحه. مثلا العام اللي فات كي درتوا باب مفتوحه لبست من الصباح اكل الصحفيين كرجال كنساء، كانت يعني خدمه كبيره وعملت ضجه كبيره في السوشيال ميديا. هذا العام اللي لبست كنتا الاخت وكامل، وخليت الفرصه ثاني للمصممين الاخرين ثاني باش يزيدوا يبانوا، وعملت مع قناه واحده اخرى والحمد لله. لازم نبينوا التراث تاعنا، عندنا تراث كبير وشباب، ولازم يشوفونا في العالم اللي رانا في المستوى، ومام حتى المستوى تبدل يعني كل عام يكون خير من العام الاخر، والمبدع لازم دائما يبدع. واظن انا نعجبهم بزاف كي نشوف الناس كيفاش راهي يعجبها التصاميم تاعي في الجزائر ولا خارج الجزائر. ولا لو تختار دولة تمزج بين يعني التراث الجزائري ودولة أخرى، يعني تعمل مزج في تصميمك، أي دولة تختار؟ سؤال شباب هذا. جميل. نبقى في الجزائر. لا طبعا أنا حاب نعرف. خلينا نقولوا لي البلك اللي قريبة تراثها في الأزياء وتقاليدها في الازياء بلك تكون قريبه للجزائر اللي تقدر تجمعهم مع بعض. شوف انا عندنا مفروغ منه يعني باين واضح. خليها معليش ما حبيتش. لا والله هذا سؤال يعني ما كنتش لا احنا كذلك حبينا نوصلوا يعني لازم نوصلوا يعني لهذا اللباس لكل المهرجانات العالميه. هو هذا الهدف. هذا هو مشروع كريم. كنت عملت على ايصال الزي التقليدي الجزائري الى اكثر من 16 دوله في العالم. عامين هكذا عام ونص في خلال سنه ونص كل البلدان العربيه بس كامل وجهه من اوروبا، كثير اوروبا وكثير البلدان العربيه. وش كانت التجربه هذه؟ وش كان يكون شعورك؟ والله يعني نتمناها لكل واحد، باسكو ثمن اللي الفنان يعرف المكان نتاعو كي يعمل عرض ازياء مع اكبر مصممين في البلدان العربيه ولا اوروبا، ثمن نعرفوا المستوى كجزائري، باسكو ثم مصممين كبار. يعني اني ندير لي فاشن وورد يعني حاجه وين منظمه بالمقاييس العالميه، وكل مره برسك نجي برسك الاول ونكون من الاولين، وهذا شرف للجزائر. بصح في عمل كبير فيها اون ريفليكسيون في التفكير كبير وانا يعجبوني الخارج باسكو كما اللي نعرفوا وراني ندير بزاف، يعني لو كنت نتبعهم كل سنه راني ندير عرض. اليوم جاوني ثلاث اعراض في العالم، واحد ما يقدرش يزم يخدم ثاني هنا. حاب نعرف يعني صراحه كيفاش يكون. هكذاك ما يواجبكش ريال. ما يواجبنيش صح مالي. عادي ندور. هذا لازم له ارجوحه والله. انا قلت له ريال تعرضني تسخفتك شنو يدير لي دونك ما ندوزش معاه. واش يكون شعورك لما تكون على الرانواي في بلد ثاني وعرضت يعني الزي التقليدي الجزائري والشعب كامل اللي يصفق، واش يكون شعورك في هذيك اللحظه؟ حاجه جميله. انا مثلا كما تقول الرانواي كي ندير فاشن وورد في العالم وتشوف الناس تصفق عليك، هذه ما كاش صدر الناس هي راضيه عليك. نعود نقولوا لك، ولكن قبل ذلك نروحوا الى مكالمه هاتفيه نستقبلوها من عند شهرزاد من ولايه شلف. شهرزاد مرحبا بك، صحة عيدك. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير اخريا. كل عام وانت بالف خير. كيفاش جوزتي العيد؟ كيفاش راكم تجوزوا فيه اول يوم؟ الحمد لله فوتوا مع العائله والحمد لله يا ربي. وتنعرف بالصحة والهنا. ربي يخلي ربي ان شاء الله يجعل ايامكم دائما اعياد وافراح. ان شاء الله ونهدي لك انت ولضيوف تاعك، نقول لكم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير وبعيدوا بالصحة والهنا ان شاء الله. ربي يخليك. واش تقول لنا الضيوف تاعنا ممكن عندك؟ نقول لهم راكم منورين الشاشة. العائلة دارك تفرج في الشروق نيوز وشروق تي في. ربي يخليك، وحنا نقول لك سلمي لنا عليهم كامل وسلمي على كامل الناس شلف وقولي لهم نحبوكم. الله يسلمك الوالدة تاعي وكل العائلة لافامي تخفى كاع يتابعوا شروق نيوز شروق تي في.
يوميا وخاصه في شهر رمضان. شهرزاد، واش باختصار شديد كيفاش تجوزوا انتم اليوم الاول؟ يعني شنو هي عاداتكم في الشلف؟ واش ديروا في النهار الاول؟ احنا النهار الاول نقارعوا للضيافه كما نقولوا انتم، نروحوا للمقبره ومن بعد فينا نعيدوا للاقارب الكبار الجده ثم العم الكبير العمه ثم نروحوا لين الزوجات وتروح للاب والوالده تاعهم. وي وي. عموما شكرا جزيلا لك على اتصالك وربي يخليك. نعم تفضلي، معليش تفضلي. عندي تحياتي خاصه تروح لك الله يرحمه بخيرها، خاصه الوالده تاعي وخاصه الوالده تاعي نتمنى له الشفاء، الى كاع اخواتي خيراتي بتموشن في الاولاد تاعها في البرج. عندي تحيه خاصه تروح لمحمد خويا الكبير الزوجه تاعو يعني مولاي بن ايمن، الى اخ دقه ومرتو اسيا والابن غزول. نعم. الى فوزية اختي عائشة، كاع اللي يعرفوا شهرزاد مشرف، خاصة سميرة رياض مراد كاع الاخوات. نعم. وكاع اللي يعرفوا بخلطة لطامي قدري، وشكرا على اللقاء. هاي كتبتهم فرقة باش ما تنساهم شهرزاد. ربي يخليك شهرزاد. شكرا جزيلا على المكالمة. وبالاضافة لهذا التهاني عندنا عائلة نراوي بجاية يعني لها تحية خاصة، وكذلك نتحيو عائلة مجاب بولاية بجاية، ومبروك لإيمان نراوي حصولها على شهادة التعليم الابتدائي. عائلة حناني بالقبة تتمنى للوالد الشفاء العاجل، والأخت تحية خاصة للأخت زليخة، وعائلة زاهر كذلك حناني خليدة سيزيد والسعيد بجسر قسنطينة، كل عام وانتم بألف ألف خير. كل عام وانتم بألف خير. إذا مشاهدينا كامل اللي راكم تتابعوا فينا الآن، ما زلنا على المباشر في هذا الاحتفالية اللي خلينا نقولوا بمناسبة عيد الفطر المبارك. انتم مثلا تقدروا تبعثوا تهانيكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدروا على تاع القناة ولا على حسابي الخاص على انستغرام ولا تاع مديحة رياض بن عمر ومديحة لالو. بعثوا لنا ودوك نحاولوا نقراوا أكبر عدد وأكبر كم من التحيات. وما تنساوش تتصلوا بنا على رقم الهاتف الظاهر اسفل الشاشه. ونعاودوا نولوا رياض لبرمجه رمضان. منال اللي كنت تحكي لنا واش من برامج اللي كنت تتابعيهم رغم انك كنت يعني ناشطه ومشغوله طول الوقت في هذا الشهر الفضيل، برامج اللي تابعتهم منال؟ يعني صح كما قلتي، كنت يعني نسجل تقريبا يوميا، وخاصة في بداية شهر رمضان وين كنت نسجل حقيقة يوميا، يعني كنت نفطر ونروح للتسجيل ونسجله حتى السحور. تم التصوير ما كانش قبل رمضان، كان يعني يعني لا بدينا شوية قبل رمضان، لكن التصوير يعني الكبير الكامل لابارتي الكبيرة الجزء الكبير قمنا به بشهر رمضان، وكنا نسجله مور 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 الفطور ونسجله حتى السحور، يعني ما عيينا نحبسوا نسحروا ونكملوا. دونك ما كنت نتابع بزاف البرامج التلفزيونية طبعا، لكن كنت نشوف مسلسلات، شفت شوية الخاوة ككل الناس، شفت شوية بوقرون ككل الناس، شفت كذلك البرنامج تاع فريدة يتقاسي على دزاير تي في، شفت جينيرالمون هكذا يعني كاميرا كاشي، شفت شوية كاميرا كاشي. ما دارولكش هذا العام كاميرا كاشي؟ لا الحمد لله يا ربي. كريم، برامج اللي تابعتها خلال هذا الشهر؟ والله تاني كنت نخدم بزاف في رمضان، خدمت دايغ مع شاركت في مع سميره تي في، لبست كامل الطاقم كيف يقولوا في الجينيريك، لبست لنا بزاف يعني كريم اكخوف قام بعمل رائع في قعدتنا الجزائريه، خاطر لو جينيريك اللي نشوفوه في البرنامج يعني لو جينيريك سي كوم ان كور ميتراج يعني كانه فيلم يعني صغير، لو جينيريك كان كريم اكخوف لبس كل الناس اللي تما لي فيغورون لي زاكتور اللي كانوا على لو جينيريك، وطبعا لبسنا حنايا انا حوريه كذلك والشيف امين اللي لبسته كذلك العديد من المرات، والطاقم كذلك اللي كانوا لي مانكا اللي كانوا يلبسوا ايتترا في العديد من الحصص. شكرا كريم، سعدنا بزاف. وسيده عايده، بعيدا على بوغرون، شنو هي يعني البرامج وشنو هي المسلسلات اللي تابعتيها؟ شوفي انا رمضان هذا بالذات اتفرجت طبعا على بوغرون، تفرجت شويه على الخوا، اتفرجت على المسلسل اللي في القناه الجزائريه اللي داروا في الارضيه، عجبتني بزاف. نعم. بزاف عجبني، ولكن انا معظم الوقت كنت معروضه في جمعيات خيريه، يعني انا ثلاث رمضان قولي في 30 يوم 20 يوم وانا ناكل في موائد الرحمن مع المجتمع الجزائري اللي هم، وكانت صراحه تجربه جميله جدا جدا، باسكو عندك كونتاكت مباشر مع راي الشعب، راي الناس فريمون يعني. الوغ كنا كل يوم معروضين في جمعيه خيريه،
ومن بعد نروحوا في الليل الختانه في النهار يعني الفطور ومن بعد روحي الختانه دونك لي ديرني طون جيتي فريمون تري 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 اوكيبي دونك جو فوايي مي بيان سور جي في بوغرون وكان عندي بزاف تكريمات بزاف يعني جاني 9 تكريمات في هذا رمضان بسم الله ما شاء الله على دوري في بوغرون على دوري في بوغرون فقط لا غير يعني فعلا جي باسي اون تري غون بيريود و جيتي ابسون مي اون فا تو ريفوار ابخي نعاودو نقولو للعيد جينيرالمون كيفاش تجوزي العيد تاعك والله شوف لو كان تسالني انا يستحسن ما تسالنيش دوك نقول لك علاش باسكو 27 سنه وانا في الغربه دونك جي توت ما في باسي العيد وحدي مع وليدي صحيح المصريات يزوروني اي تو هذا العام هذا العام العام اللي فات سايتي بلو دور كو الغربه العيد في الجزائر وفي مصر عايده شوفي الجزائر عنده نكهه والعيد عنده نكهه دوك نقول لك علاش انا شويه مختلفه باسكو انا عندي اعتكاف في مصر تدير عندي العشرة الاواخر نغلق على روحي في المسجد ما نخرجش نخرج نهار العيد دونك نحس بحلاوه العيد راني معتكفه منشوف حتى واحد اون باس نوتر طون ا لا موسكي دي جور نخرجوا نهار صلاه العيد الو نهار صلاه العيد تشوفي الضو تشوفي الناس تشوفي وهما بسم الله ما شاء الله عندهم الشوارع كلها صلاه 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 العيد الناس كلها بتصلي ف الجزائر لا رحت اليوم صليت صلاه العيد عادي جدا في المسجد اللي قدامي واش اللي يخليك تعتكفي في مصر وما تعتكفيش في الجزائر باسكو ما عندكمش الاعتكاف ما كانش الاعتكاف في الجزائر اولا ثانيا الجزائر بون دوك نقول لك ملي دخلت في المجال الفني ما خلاونيش ما نصلي استغفر الله يا ربي ارواحي اخرجي سي فغي تفطري ديك اللقمه تخي فيت ابيتوا تروحي ترجعي في الفجر الوغ يفوتني التراويح يفوتني سا ما بوكو توشي انما المشكله ما تقدريش تقولي لهم لا مادام عباب سي فو بلي فني طب خلوني العشره الاواخر يقولوا لي لا هادو هما الاهم ولكن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم نعوضوها انما تما لا انا ما عنديش في الجزائر يقولوا يغنوا اغنيه مزين ونهار اليوم في مصر كاينه اغنيه لو تعطينا مقطع مقطع صغير مقطع صغير ما نعرفهاش هكذا عندهم الاغنيه عندهم يا ليلة العيد نعم يا ليلة العيد انستينا يا ليلة العيد انستينا وجددت الامل فينا يا ليلة العيد الله شكرا يا عيدة يعني تتفهمي كما يقول لك منين جيتي هذيك الوريقه من هذيك الشجيره ايه ماذا بينا تسمعينا صوتك تعطينا مقطع اكافيلا اكافيلا العيد ربما مدح نقعدوا في المدح كنا في شهر رمضان المعظم واش نقدر نغني لكم ولا حافظ البروجرام تاعك انا خلاص تحافظ وشكرا يعني طيب الكاوي الكاوي يعني ميرسي بوكو يعني رياض بن ماري ما في لونور يكون في الحفل اللي حييته في القاعه تاع شوفوا مشاهدينا قبل ما تغني نقول لهم حاجه انا كنت الفان تاعها كنت نجي نشوفك في الحفل الشباب ومن بعد حصل لي شرف باش نهار تلاقينا اول مره كنا خدمنا مع بعض المغرب فاشن شو خدمنا مع بعض انسان ولا اروع شكون دراسه كريمه ومن بعد قدمت لها حفل واليوم راني استاذ يعني جمعنا خدمنا مع بعض واليوم انا مع بعض يلا واش تغدى شرف لينا مدح اللهم صل عن بيب القاسم طه شريف الاسم صاحب الختام والمحراج والوقت والحلا والتاج والقضيب يا سيدي والحمد للوحيد الوحد ملينا الله ملينا مربي عاتق الرقاب الكريم الحي الوهاب ودنا بالنبي المجتب سيد العراب طهاس راجل هداب حب وهواه في حشايا قايم ترى يقيدونا ايام لاشواق مجد عين الاهداء الهدي ركاب ركو ونجيب اللهم صليم عن بيب القاسم طه شريف الاسم صاحب الختم والمحراج والوم
والحلا والتاج والقطيع. الله الله نومة الويلة مرات. شكرا لك. يسلمك. صلاة وسلام. شكرا لك منال. بعيدا عن الغناء عن التقديم تألقتي يعني في بيادين كثيرة. شوفوا منال في التمثيل دور هل يمكن أن نراها في يعني في رمضان القادم ربما؟ إن شاء الله نقدر نقول لك أنه هذه السنة الثانية اللي كنت حنكون فيها يعني نبدأ التمثيل وربي ما يكتبش، يعني كنت حنبدأ في يعني عندها سنتين في الخاوة، يعني في الخاوة رقم واحد وما جزتش. وش كان حيكون عندك دور؟ في الخاوة الأول والله ما على بالي، نو الخاوة الخاوة الأول كنت حنلعب لو غول اللي كان لعبته بعدها زهرة حركات. داكور. ومن بعد ما قدرتش يعني لانه عندي عمل في الصيد يعني في الميدان الصيدلة دوك ما قدرتش نكون ديسبونيبل لمده شهرين ولا ثلاث اشهر. والخاوة الاثنين كنت حنلعب لو غول اللي لعبته ياسمين عماري وما كتبش المكتوب طبعا. وكما يقول لك جامي 203 دونك السنه المقبله سيو مانيش حتشوفوني في التمثيل. ان شاء الله كاش مسلسل. لا 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 ربما مسلسل بصح يجوز على قناة الشروق. ان شاء الله. لا راح نشوفك. Je vais faire un tout petit scoop. Je l'ai choisi pour un rôle très important. Un des amels muhim jiddan ramadan. Inch'Allah, Allah sait où il est. Ah oui, et vraiment le rôle est fait pour vous. Inch'Allah. Inch'Allah. I hope. Le mentahdouna tahiyyatkoum. أو نهدي يعني أنا تحياتي لكم. شكرا للاستضافة وصحة عيدكم أنتم والأهل تحكم والأقارب طبعا لقناة الشروق كل الناس اللي راهم هنايا ودايما ننساوهم الناس اللي يخدموا في الأعياد كل الناس اللي يخدموا كذلك الشرطة يعني ما ننساوش أنه الناس كاين الناس اللي ما عندهمش ربما الفرصة أنهم يجوزوا العيد مع العائلة تحهم ما ننساوهمش. نعم. طبعا أنتم اللي راكم تشاهدوا فينا صحة عيدكم كل عام وأنتم بخير لأهلي لوليدي اسكندر طبعا صحة وطبعا نحيي خصيصا كل الاطفال اللي ما عندهمش يعني كذلك الحظ انهم يكونوا مع الاهل والاقارب تاعهم في 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 المواسم ما ننساوهمش. ويعني والليله كذلك راح تكون قعدتنا جزائريه خصيصه للعيد وين جوستومون تكلموا كذلك بالبزاف على هاد الاطفال ما ننساوهمش راهم في قلوبنا. اكيد كريم مشاريعك المستقبليه القريبه وتحياتك. مشاريع القريبة إن شاء الله لا يعني أنا رايح إن شاء الله لأبو ظبي في شهر جويليا إن شاء الله أوت لا قدر ربي نقعدوا برسك شهر إن شاء الله. كان مهرجان العروسة في أبو ظبي هي أميرة اللي تنظم هذا وحصل لي الشرف ثاني. شفنا للان يعني هم مميزين بصح وضعوا اللمسه في رمضان نخافوا منا شويه ما نباليش على الشطار والجدل. شوفوا عينيهم برك شوفوا عينيهم هم حاضرين معنا فرقه هيبنوز دي زاد اللي داروا كاميرا خفيه كاميرا امبوسيبل اللي عرفتوها وشفتوها خلال شهر رمضان المبارك. مرحبا بكم. مرحبا بك عدلان. مرحبا بك رياض. ميرسي دو بارلامونتاسيون يعني شرفتونا كرمتونا. شكرا للدعوه خويا رياض. وماسي شو ماسي شحال عاقل انا نهار الاول اللي داروا لي لو تيست شفت ماسي قلت لهم انا هذا اللي يدير لي ماشي هذا. هذه يعني انا اللي خوفتني بها كي قلت نخافهم. تخافوا ما تخافنيش انا عاقل. ومن بعد درت فيا مشاكل. لا ما درتش وليده. انا ما درتش وليده. على بالك لي طابارون سون ترومبوز انا هذا كنت خايف منه. مرحبا بك ماسي نعاود نقول لهم. شرفت لينا اللي جينا. عيدكم مبارك ليكم وعيدكم سعيد يعني وليكم ولكل العائله يعني. صحة إن شاء الله بارك الله عيدكم برغم. احكوا لنا كيفاش جوزتوا رمضان؟ يعني كما كاع الشعب الجزائري جوزناه بالتقلاق وشوية لابريسيون وشوية خدمة شوية يعني تعبنا بزاف بوغ باسكو ميم أو كور دو رمضان كنا توجور أون كور دو بريباراسيون ليميسيون تاعنا باسكو نافي أن بتي ليجير روتار في لي فوا أوف دونك كملنا خدمنا رمضان جانا شوية ثقيل وشوية صعيب. تابعتوا برنامجكم من خلال هذا الشهر. Exactly. هذه أول تجربة لكم في الشهر الفضيل. في الشهر في شهر. نعم. نعم. كيفاش كانت؟ كيف قيمتوا التجربة؟ ما يعني من أي ناحية؟ كل شيء. جيد. صدى عند الجمهور، تفاعل مع الحضور اللي كانوا معاكم. يعني باش نقولوا كلش يعني كان جيد. قولوا كان جيد وكانت اكسبيريونس مليحة لنا. هي الأولى وجازت يعني مليحة و ومزية كانوا عباد لي كيما رياض بن عمر اللي جاو وما خافوش. اللي جاو وما خافوش. انا كنت خايف انا مش متفاهم كنت خايف. هذا ربما راهو المانيا رياض لانه البرنامج في الواقع البرنامج استدعاني وانا جاتني انباء بانه كاميرا خفيه وكي عرفت باللي كاينه كاميرا خفيه ما حبيتش نروح. وانا علاش ما قلتيليش باش ما نروحش؟ ما حبيتش نروح لانه سمعت بانها كاميرا خفيه.
ما تديرش الخير ما تديرش الخير راك شايف. بون للمشاهدين الكرام وحمدت ربي على فكره اني ما رحت بعد ما شفت بعض الحضور يعني حمدت ربي يعني عملت عين الصواب. هيت ما نصرف فيكم معليش نعاود عاودوا عطونا الفرق فيما بيناتكم باسكو على بالي باللي انتم بين زوج ديروا ليبنوز بصح كاين زوج انواع يعني زوج انواع انا جو سوي بلوس في ليبنوز كلاسيك اللي هي دو سبيكتاكل وتانيك ثيرابيوتيك مي هو اللي بلوس دون لو ثيرابيوتيك كاين البعض يتابعكم لكن هذه التقنيه بالذات ما فهمهاش لو توضحها للمشاهدين التقنيه نفهم ليبنوز تقنيه التنويم نعم تنويم مغناطيسي وحاله طبيعيه اللي ندخلوها احنا سبع خطرات في النهار بلا ما على بالنا نعطيكم كالكوز اكزومبل كي تكون تسوق في السياره وجوز اغنيه في الراديو تقعد في لي سوفنير تاعك حتى وين توصل للدار بصح تنسى كيفاش كاع درت الطريق هذا يعني طاج ديبنوز اللي هو يعني طاج دو ترونس موديفي هذا ميتال وكاين ميتال واحد اخر فيه نوع واحد اخر من لي تكنيك اللي يستعملوهم في ليبنوز سيك راكي في الدار هكذايا راكي تحوسي على المفتاح تاعك مفتاحه في يدك صح انت مزاك مروا بهذه التجربه صح هذه فوالا سي ليليزيون اللي كانوا يستعملوها باش الكاميرامان او قدامك بصح ما تشوفيهش سي اون تكنيك اللي يستعملوها باسكو انا بوكو دو كريتيك عليه يقول لك كيفاش الكاميرا قدام وسيرتو كيما كنت انت قول لي كاميرا ديفون وتشو لي زابوني تاعنا للشعب الجزائري قول لي كيفاش كاميرا قدام وما يشوفهاش سي كومان بيزار اي سا سي ناتشورال كيما سي اون ليليزيون نيجاتيف ما يشوفش حاجه اللي كاينه عندكم عمل راح تقوموا به رمضان المقبل فكرتوا في فكره جديده فكره يعني فكرات 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 جدد ان شاء الله هايل في العربيه مصطلح جديد هذا للقاموس الجزائري فكرات نعم فكرات جديد يعني ما نقدروش فريمون نقولوا شنو كيفاش نقدروا نقولوا سيربريز جايه مي كاينين ان شاء الله كاينين ان شاء الله جايين وماشي برك في رمضان احنا لو بيت تاعنا كانوا في سيزون 1 تاع كاميرا امبوسيبل سكن نعرفوا شنو هي ليبنوز للشعب الجزائري وسيزون 2 راح نوري لهم واش نقدروا نديروا بليبنوز ان شاء الله راح تطلع لابار ان شاء الله مازال زيدوا تقدروا اكثر يعني دي يعني هذا واش درنا واش قدمنا يعني والو سي لا باز سي لا باز كومون دي سي لا باز ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله يعني وإذا كان الشرف لينا باش تجي وتلعب وتلعب معاه وإذا إن شاء الله تكون شرف دي اللي شرف ليا تخليني يعني نصرف في رياض بن عمر كما نحب سمعت رياض سمعت رياض أنا كانوا يملوا لي ما سمعتش بصح معليش أنا عاود معليش ما قلنا والو كان والو أخويا تحيات جيبوهم لي في ورقة غرفة الكونترول بليز وين كنتوا عاودوا فكروني قلت يعني إذا تخلي لي شرف ليا في لا سيزون 2 إن شاء الله باسكو قلنا لهم سيزون 1 لي قدمنا وشنو هي ليبنوز وسيزون 2 ان شاء الله راح نوري واش نقدروا نديروا بليبنوز ان شاء الله دير لي شارك ليا انا في قلبي حاجه يا وتخليني نتصرف في رياض بن عمر كما نحب ما تزيدش قاعد تشوفني انا في قلبي حاجه وكنت حقق لي حلمي برك انا لا كي تحب تجيب صح كي تحب تجيب رمضان الجاي ان شاء الله ان شاء الله تكوني معنا ليبنوز يزيوها قدامنا هكا على المباشر على المباشر يعني دارها هي معليش لا الحين لا معليش لا في الواقع نخاف هذه التجربه خليها فيما بعد في الكواليس باش على المباشر هكذا ما يصرى لك والو يعني هنا الريح ما يقيش مانيش عارفه نتنوم انا مغناطيسيا كيفاش نبدا تريك لا لا وانت شغل في الكونسيون تاعك تسمى بلا ما دي تريك هكذا يلصق لك يديك فايس خفاف دي تاس تسمى ودي تاس واش راح يبعثك انا واقفه هنا انا على المباشر قول لي قولي كلام نبدا نقول كلام ما يقول لك والو انا على المباشر خليها في الكواليس مشاهديناكم حابين تشوفوا مديحه خليها في الكواليس رياض بن عمر ما تحرجنيش خليها في الكواليس صح معليش قالت بلي تجي انا سمعت ان شاء الله هو نديروا على المباشر باش نتلاقاو ونديروا مباشر على صفحتنا على الانستغرام ان شاء الله يعني. ويشوفوك تيبنوتيزي على المباشر نعيشوا هذه التجربه التلويبيه ان شاء الله ان شاء الله يا رب كيفاش واش كنت راح نقول لكم يعني تكلمتوا على في المستقبل القريب واش راكم حين ديروا عندهم افكار جديده نعم فكرات كاينين ماشي افكار نصمم على كلمه فكرات كاين بزاف ناس اللي شغل ما كانوش ريسبتيف ومن بعد كيفاش تعاملتوا معاهم باسكو كاين ناس اللي قال لك شكوا شويه كما قالت مديحه مقبل في مصداقيه البرنامج في مصداقيه يعني اسكو هذه الفكره كاين منها اسكو هذا العلم تاع ليبنوز ولا هذا اسكو اكزيستي صح اسكو كذا كيفاش تعاملتوا مع هذه الانتقادات كامل واش تقدر تجاوبهم يعني باختصار شديد يعني اختصار شديد باش نواجههم ما تقدرش تقوم يعني بتجربه على كل واحد يكذب مدى صحه يعني احنا كما الحلقه الاخيره تاعنا درناها سبيسيال وضحنا واش صرا في الكواليس تاع كاميرا امبوسيبل يعني بينا لهم بلي كاين دارير كاع واش هاد العفسه اللي نديروا فيها كاين ان انورم ترافاي داير هما واش درنا سي ان كاستينغ يعني جبنا بوكو دو بيرسون
وخير درنا دي تيست دو ريسبتيفيتي يعني. يعني كاين اللي يحكم فيه التنويم المغناطيسي، كاين اللي ما يحكمش فيه. كاين اللي يجي فيه، اللي يمشي فيه كاين اللي لا. يعني كاع يحكي كاع يمشي فينا، التنويم المغناطيسي كاع يمشي فينا، هي جوست درجة تاع ريسبتيفيتي. كيما رياض بن عمر يروح في 5 سكوند كيما كاين. تاع حتى لا تخوازيام. وي تروازيام جور. تروازيام جور باش مشات معايا، النهار الأول لا لا، الدوزيام لا لا. ماشي باسكو علاش شغل كيما كنتوا قلتوا لي، الانسان لازم شغل يسلم روحه ليهم قبل، باسكو انا ما كنت خايف. باسكو لازم يكون كونترا دو كونفيونس يعني. اها كنت خايف شويه، ولكن زيسي باش ترتاح لنا شويه، يعني ترتاح له ماشي ترتاح لي. نعم. صح يعني انا كي جيت بين يديا شفت بلي ما درت لك والو. شفت بلي كنت معايا في امان. انت انسان بزاف جونتي بصح انا زعلان عليك باسكو ديت لي الشعار تاعي تاع انا انسان بزاف جونتي والموت على ميزانفيتي وديته لي في الحصه. يعطيكم الصحة، كلمة أخيرة ربما تقولوها لنا. جو بريفير أنا نحب نقول الصحة عيدكم دابور لإما والبابا. لافرونجين تاعي تانيك خويا صغير، وتحية تانيك نقول صحة عيدك لافيونسي تاعي وكاع لافامي تاعها، ونقول للشعب الجزائري راه يشوف فينا صحة عيدكم، تعيدوا بصحة ولهنا وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. جليل ما سمعناهش كامل. ما سمعتونيش كاع. معليش صحة عيدكم لعائلة شروق والبابا ويما بيان سور، والكاع ليكيب دينامو برود اللي شاركت في هذا البروجي باش نجحناه باش لحقناه في الوقت باش خدمنا خدمة شابة. ويعطيكم الصحة عليكم اخويا رياض وليك. ماشي بسم الله. يعني يعني انا واش راني حاب نقول للشعب التيري اللي هو يشوف فينا واللي يتبع ليميسيون تاعنا، من قبل ما تقول واذا صح ولا لا لا، روح قبل حوس ليبنوز هادي وشنو هاد التنويم المغناطيسي، واش يكون واش نديرو به، كيفاش يمشي كيفاش ما يمشيش، ومن بعدك تحكم وقول واذا صح ولا لا لا. وتانيك انا نحيي كاع العائله تاعي وكاع الشعب الديري وكاع اللي تبعونا من الاول واللي داروا فينا الثقه، منهم قناه شروق ومنهم لابو دينامو برود. وتانيك راح نحيي بزاف بزاف الزوجه تاعي والعائله تاعها كاع عيتك. تحيه لي وهنا نوجه لهم تحيه، وانا نغتنم فرصه كذلك نوجه تحيه للبروديوسر تاعكم ياسين لادي. نوجه لك تحيه خاصه. انا من لهنا على بالي كان زعفان هو باسكو ما جابش اسماء كبيره، ولكن معليش نقول له ان شاء الله نولوا احنا كبار وتولي تستضيفنا ونقول لك صحه عيدك والله غير الحمد. شكرا يعطيكم الصحه. اذا المشاهدين نعاودوا نولوا لكم بعد قليل، عندنا فاصل ونعاودوا نرجعوا، بقوا معنا وما تزابيوش. صحة عليكم. أريد عيش الإنترنت. حكاية الكوكتيل؟ لا جيري. يا الكوكتيل، جينا نعرفوا إذا مازالك تمثل الكو ديالنا، وعلى هادي نفوتيو. أنا على كل حال كل ما تعيطوا لي نجي. اسكت كوكتيل. دوك لازم نفوتيو. أناناس واش تقول؟ نفوتيو وي. نفوتيو وي. أوكي. أنا تاني كنفوتيو وي. مبروك عليك كوكتيل. أولا وقبل كل شيء نشكر كل فواكه اللي سندوني ومازال. ريبا كوكتيل كو حكاية. عيشوا كرة القدم مع برونت. من 5 إلى 29 جوان كل ما تشروا جهاز تلفاز برونت ابعثوا رقم تسلسلي عبر SMS إلى 66028 وحاولوا الفوز كل يوم بواحد من 30 اشتراك رسمي للقنوات الرياضية باش تبعوا أجمل مباريات كرة القدم العالمية. برونت معكم كل يوم. بمناسبة عيد الفطر أهدي تحياتي لكل الطاقم الشروق
وعلى رأسهم رئيس المدير العام علي فضيل، كل الزملاء يشتغلون معي هنا في جريدة في اليومي، وأهدي تحياتي للعائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة وابنتي سارة روزا وابني مالك والزوجة الكريمة ولكل الشعب الجزائري، وشكرا. أجمل تحايا عيد الفطر المبارك وأروع إلى العائلة الكريمة عائلة دفة، خصوصا والدي الكريمين أطال الله في عمريهما، إلى إخوتي وأخواتي وكل ساكنة قصر زاوية سيدي حيدة ببلدية بودة ولاية أضرار، إلى زوجتي الغالية وعائلتها ببلدية الهامل ولاية المسيلة، إلى كل عمال الشروق دون استثناء الصحفيين والتقنيين وكلهم دون استثناء. صح عيدكم سعيد، كل الأمة العربية والإسلامية كل عام وأنتم بألف ألف خير، دون ما أن أنسى أخوالي وخالاتي وعمامي وعماتي. صح عيدكم جميعكم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر أتمنى للعائلة عائل جودي والعائلة الكبيرة قاعتك شايب العين بالرابع خير قاعتك والعمال تاع المؤسسة الشروق بأكملها، نهدي تحياتي إلى كل طاقم الشروق بما فيه من الشروق العامة وشروق نيوز وسي بي سي البنا، وتحياتنا لكل العمال، وهدية خاصة لزوجتي خالصة. أهدي تحياتي استقبليتي مع زيزن ذويثما الشريف أمين سعاد يحيى عقل الشريفة ذافا ذغنيا من ساشنا صداري في بسكرة عجوزتي ماما زينب لوستي إيمان وقع الواسي وشيخي نخص بالتحية سينيغ إيمي جات حمل كنا تسطس وما نساش طاج راسي زوجي العزيز نصدين حديد. عيد سعيد لكل الجزائريين. Alors je souhaite une très très bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens, à ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes petits-neveux qui ont obtenu cette année l'examen de 5e. Je souhaite aussi une bonne fête de l'Aïd à tous mes collègues, spécialement ceux du service francophone. Et puis Inch'Allah, ina'ad alina b'saha oulana. صح عيدكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير. جو سوت اون بون فيت دو لايد الفطر تو لي مسلمان ا ترافير لو موند لو موند عربي لو موند انتي ان شاء الله ينعاد علينا كل عام بصحه ولهنا. بمناسبه عيد الفطر المبارك اهني كل الامه العربيه والاسلاميه بحلول عيد الفطر ونتمنى ان يكون. مرحبا بكم من جديد مشاهداتنا مشاهدينا الكرام، مازلنا متواصلين معكم في هذا النقل المباشر اللي رانا نحتفلوا معكم بعيد الفطر المبارك. كنا ابتداء من الساعة 6 صباحا ومازال فرقة أخرى، احنا مازلنا متواصلين الآن ولكن مازال طاقم آخر راح يسهر معكم إلى غاية منتصف الليل بحول الله عبر مختلف قنوات الشروق، عبر يعني قنوات الشروق ثلاثة، الشروق العامة، شروق نيوز، وقناة سي بي سي بنا. إن شاء الله نقدموا لكم غير وشكم حابين وراسلونا ثان كذلك على نعم رياض شروق التي لطالما عاشت افراح الجزائريين. اكيد اكيد راسلونا عبر يعني مواقع السوشيال ميديا تاعنا ولا حساباتنا على السوشيال ميديا، كذلك عندكم رقم الهاتف اللي راهو ظاهر اسفل الشاشه، بعد تقدروا تتواصلوا معنا وتعيطوا لنا ورانا هنا باش نستقبلوا مكالماتكم. عندي برك شويه اهداءات ثاني من اللي كتبناهم. ياسمين بوداود راهي تهدي تحياتها لعائله زينات، هي تقول وتهدي تحياتها كذلك تهاني العيد لكل عمال لاكناس تاع عين بنيان، عمال هما دحو صليحه، دادا موسى فهيمه، بركايب ساره، بومدين نسيبه، صدرايا فاطمه الزهراء، بوزيد كريم، وبوزيد فهيمه. احنا نقول لك ياسمين بوداود الف مبروك زواجك مع بلال لو راح يكون في شهر جويليه بحول الله. هاي ليك نعم رياض. الاب كذلك الاب سيد علي والأم لويزا يتمنون عيد سعيد للكتاكيت أيوب وياسمين، حنان وياسين يتمنيان عيد فطر سعيد للأمورة الصغيرة الأميرة ريم. كذلك عندي تحية من السيدة فاطمة محمودي تهدي تحياتها لزميلاتها بالعمل وكل زملائها، للدكتورة صدقي، للدكتور زبرة، سيد ميتر، كل زملائها في العمل بالخطوط الجوية الجزائرية. عندنا دينا
تهدي تحياتها لكرم جميل الجميل، زائد كذلك جميل الجميل وكل عائلتهم وكل عائلة الرسلي وكل أصدقائها وعائلتها كذلك بتركيا. نورة تهديها لكل عائلتها كذلك، عندنا تحية خاصة من طرف رضوان هني لزوجته وكل أبناء أيوب وشيماء ومحمد. وإحنا بدورنا كذلك نوجه تحية لكل مشاهدينا الكرام وقولوا لكم بلي برنامجنا مازال متواصل معكم ومازال متميز بتميز ضيوفه الكرام اللي راهم حاضرين معنا. نزيدوا نستقبلوا من جديد ضيوف واحد أخرين. هي حاضرة معنا صاحبة الصوت الشجيم منال الحدلي، مرحبا بك. الله يسلمك ريان، مرحبا بكم أنتم تاني. صحيتكم عيدك سعيد ليك ولكل عيد ان شاء الله، ولينا وكامل اللي راهم يشوفوا فينا والامه الجزائريه ان شاء الله. كذلك على يمينك رياض، مغني في الطابع القبائلي لطفي، مرحبا بك، عيدك سعيد وعيد سعيد لكل عائلتك. شكرا لكم، عيد سعيد لكل الجزائريين لكل الامه الاسلاميه. تحياتي كبيره لكل مشاهدين الشروق تي في، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. ربي يخليك، شكرا. ميرسي بوكو ريان. منال صح عيدك خويا، صح عيدك. كيفاش تجوزي العيد يا منال؟ من نهار اللي وليت نغني وليت ما نجوش العيد كيما الناس وليت نتوحش دارنا في العياد. احنا شوف كل عام ملي كنت صغيره نجوزوه كاع عند لي غران بارون، نتلايمو كاع العائله الكبيره كما يقولوا، كاع نتلايمو كاع عند جدي وجداتي ونجوزو هذوك الاجواء اللي اخترا في العام. مانيش بون دو فوا العيد الكبير والعيد الصغير، ربما الاجواء اللي صرنا نفتقدوها مش فقط لانك ربما انت مشغوله، يعني في الوسط الجزائري والمجتمع الجزائري للاسف الشديد صرنا نفتقد لهذه اللمه اللي في الدار الكبيره كما قلت. مالوزمون دوك اللقاءات ولات تعوض برسائل قصيره افتراضيه. معليش معليش رساله، بصح انا اكثر حاجه نكرهها هي هذوك لي ميساج كوبيي كولي، يعني تسمى في العيد زوريهم ويديروا اونفواي الكامل لي كونتاكت، ما بالوش الناس ينساو بلي راكي عند بلي راكي مازالهم مازالك في الكونتاكت تاعهم ويبعثوهم لك. الله يقوي المحبه كيما يقولوا. امين يا رب. انت حاضرين من شرشال؟ من شرشال بي. منطقة شرشال باش تتميز عريقة في العيد. جدا. الله يسلمك. شنو هما عاداتكم في العيد في اليوم الاول؟ بون لما دائما تكون الحلوه كيما شرشال كيما كاع البيوت الجزائريه، ما كاش ديفيرونس يعني. يعني التقاليد هذوك هما الما. واش طيبوا النهار الاول؟ سا ديبون، والله سا ديبون. هي ما نحبوش بزاف العيده، ما نحبوش كم رمضان يخرج علينا، دونك الفطور ما نكونوش لي ستوما مازال ما تعودتش على الماكله فعطناش، دونك سا ديبون. ديروا بالك شتي تحاول متوم ولا حاجه خفيفه يعني ماشي ديروا ولا يديروا. انت تعرفي ولا طيبة. ديري لا لا ديري، ما حبيتش نقولها ديري. شنو فيا على عرفتي طيبي منال؟ اختار كيف. نعم تعرفي طيبي؟ نطيب وي نعرف نطيب، ما نطيبش بزاف ما نكذبش، نعرف نطيب ما نطيبش بزاف، ما عنديش لوكازيون باش نطيب بزاف، دونك دائما مشغوله دائما نطيب بيان. نعاودوا نولوا لطفي. لطفي عاده انتم يعني منطقه القبائل معروفه بعاداتها المتميزه جدا والمميزه في عيد الفطر. انتم المنطقه منين اكزاكتومون؟ من تيزي وزو؟ بوزقان. بوزقان والله خيار الناس. شنو هي الحاجه اللي مميزه؟ تحيه خاصه للمنطقه. لا ريجيون تاعنا مازال متمسكين في الحوايج تراديسيونال تاع بكري، كاين بزاف حوالج لا روب كابيل في الاعراس ميم لي بلا تراديسيونال. في العيد في العيد في اليوم الاول واش مالفين نديروا اكزاكتومون؟ كاين الكاطو باغ اكزومبل لي بلا تراديسيونال، نروحوا نزوروا الجدود لي فامي، فوالا تجور متمسكين في الحوايج تراديسيونال فوالا. كان ليك اول البوم لطفي، لو تحكي لنا قليلا على هذا الالبوم. الالبوم هذاك خدمته مع هشام في بيرما دريس، خرج اكتوبر الدني، دورك راني عندي دوزيام البوم ان شاء الله يخرج مات جوي، كاين اوسي ان كليب فوالا، دورك نسمعوا شونسون بروميير البوم هذاك. راح يسمعوها طبعا، ولكن ناخذوا فاصل اشهاري نتوقفوا معاه ونعاودوا نرجعوا لكم، بقوا معنا وما تزابيوش. تروح والوادي تبع
مثل امه وردك مثل امه كل وادي ذهب الحفيز سكينك كيد ما تفروح كل وادي تبع فريديس وريت الامه وردك مثل امه كل وادي ذهب الحفيز اعيق شوالدو منه تاقورتك فضل حفيزة ما تجيد فهموش شويه قبائليه ولكن تقدر ترجم لنا شويه المعنى تاع هذا بيان سور بليزير اخويا يلا لا شونسون هذه تهضر على لا سيباراسيون فوالا كي يكون لي بروبليم اونتا لي كوبل ابري سي بوعي تحبيت نحبس هذه الاغنيه لا لا لا. بمناسبه عيد الفطر السعيد نهديوها لعائله حداد خاصه الاخت شهره وسهيله والكتكوته انتصار ولميس وسيرين وكذلك عندي اهداء خاص رياض الكل مقبلين على شهادة البكالوريا ربما احنا رانا نحتفلوا الا انهم هما يوم الاربعاء يبدا ينطلق تنطلق اختبارات شهادة البكالوريا ان شاء الله يحتفلوا هما بعد ان شاء الله بنجاح ان شاء الله يا رب دون الافراح الى بعد يحتفلوا بالعيد البكالوريا وفي هذه النقطه نقدم تحيه ونتمنى ان شاء الله ينالوا شهاده البكالوريا ايمن وصابرين العزاز عليا ان شاء الله هما وكل يعني ان شاء الله ابناء الجزائر ان شاء الله ماما لا كوزين تاعي ساره ان شاء الله تجيب الباك عندنا تحيه كذلك لعائله مساوي باتيشي الابنه عائشه الاء والابنه رشا نورهان والمربيه كريمه ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير نقول لك لازم توجه ثاني تحيه للفان تاعك اللي جاب حد ان شاء الله اللي تجيب الباك ايه صح تبغي كنا وجهنا لها تحيه انا وريما لازم لي نوجه لها تحيه كذلك ان شاء الله ان شاء الله نجيب الباك شهاده البكالوريا كذلك عندنا اهداء من عند حنان بن ميرادي الى اغلى ما تملك طبعا الخاله العزيزه فاطمه اللي تتمنى لها ان شاء الله دوام الصحه والعافيه
كما تهدي تحياتها لجدتها وكل عائلتها وصديقاتها بعائلتها ببراقي، صديقتها العزيزة أورياشي فاطمة وكل عائلتها، وكذلك صديقتها بشرى هني. عدنا وردة كرور تهدي تحياتها لأمها وأبيها والكتكوتة سيرين والكتكوتة ماريا ولينا، وبمناسبة اختتان أيوب كذلك تهديها العبيدة الحميد ديانيس شعيب وأمهم جميلة أبوهم محمد وسمير وولاده كلهم عائلة كرور، وسيد علي وعبد الله كرور يهدي تحياته لخطيبته سارة كرور. واحنا نعود نقول لطفي، لطفي في يعني انا مقبلين على فصل الصيف، يعني تكون فيه الافراح والانتاجات الفنيه بقوه، وشك محضر انت؟ عندي دوزيام البوم ان شاء الله راه في الاستديو، كاين تاني كليب سليكت التورناج بربي ان شاء الله ديسي 20 ولا 30 جويي لا فان جويي يخرج ان شاء الله الكليب ويخرج الدوزيام البوم. فوالا كاين عرس ان شاء الله بربي ان شاء الله كاين لي دات. فوالا وانت منال شفناك يعني مؤخرا في الافراح، يعني ما شاء الله الحمد لله ربي يقدرنا باش نفرحوا مع الناس ان شاء الله. اسمك ولا مرتبط كثيرا بالافراح الجزائريه مؤخرا، كيفاش حتى ملتي للاعراس والافراح؟ اللهم على بالي جات وحدها وما يطلبوا، يعني دوكا مؤخرا بانت هذيك العاده تاع لوركستر فيمينا، ولا الناس بزاف يحبوا لوركستر فيمينا، كوم ولا انا عندي اوركستر فيمينا ولا يحوسوا دوموندي بزاف والله ما على بالي هكذا كوم باغ هازار، يعني القلب وما يعني يرضى يعني فهمت اكيد. فوالا الحمد لله يا ربي في الصيف ان شاء الله عندي واش نتقاسم جديد منال. راحت البال اللي مازال يعني اللي انغجستريتها ومازال ما درتلهاش الكليب، كوم هي سي اون شونسون ان بو ريتمي دونك قلت نمسيها في الصيف ان شاء الله، حتكون في الصيف كليب ما على باليش وقتاش. نسمعوا مقطع منها ولا نسمعوا الاغنيه الاخرى؟ لا 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 الاغنيه اللي درتها في رمضان مالغري رمضان جا راح بيان سور، رانا في العيد دائما رانا في عواشر اكيد. دونك قبل ما نسمعوا الاغنيه حاب نعرف برك يعني الحاجه الاكيده واللي يعرفها كل يعني اللي يفهموا شويه في الصوت، هو انه صعب جدا على الشخص باش يؤدي طابع الطرب والعاصمي الجزائري في وقت واحد، يعني طابعين مختلفين، كيفاش قدرتي توفقي بين الاثنين؟ والله من عند ربي رياض، كي تكون الموهبه موجوده لازم الشخص اللي يملك الموهبه يتعب على هذه الموهبه ويكونها ويخدمها، دونك انا الحمد لله يعني تعلمت في مدرسه، مدرسه الاندلس ماهيش سهله، كي تعلمت الاندلس الحمد لله لافا تاعي تطورت يعني الصوت تطور، وبيان سور نسمع هكذا بليزيور جون ميوزيك، سي بور سا اللي توفقت بالك فيهم، ان شاء الله ماذا بينا نسمعوك دوكا ان شاء الله افيك بليزيور بيان سور. ميكرو واش دخلت الفرحة في كل قلبي، هلا هلالك علينا خيرا، جات أيامك نورا وبشرا، رمضان 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 شهر الصيام توبة وغفران.
الأيام فقط لوجهه، لياليك عطر نسيم بروضة، خشوع قيام مفاتيح جنة. نتمنى رئيس المك ميرسي دايوغ. نشكر الكاتبة اللي كتبت كلمات الأغنية الأستاذة وهيبة بوديب والموزع مروان طبال والمنتج يعني عميروش بالعيد، اللي نحييهم بزاف. وبيان سور ما ننساش الأستاذ الكبير توفيق أمور اللي عندهم يعني فضل كبير عليا، اللي نقول لهم صحة عيدكم ونحييهم كامل الأساتذة هذو، ربي يخليهم إن شاء الله. أمين يا رب. في الختام واش تقدروا تقولوا لنا يعني كلمة ولا تحياتكم ولا؟ كلمة بيان سور لا فامي كامل، مامير مون بير اختي سارة اللي نوجه لها تحية كبيرة، اختي خويا اسماعيل، نوجه ايضا العائلة تاع بابسة قايمة وعايدة اللي كانت هنا، اللي نقول لهم صحة عيدكم. كامل المتابعين على السوشيال ميديا نقول لهم سمحوا لي اللي ما قدرتش نريبوندي على بزاف الرسائل، نقول لكم دايوغ اون ديريكت صحة عيدكم وشكرا على حبكم وشكرا على متابعتكم، ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. وخالتي تاع وهران بزاف قائمة طويلة، نقول لهم بزاف نحبكم كامل، فوالا اللي يعرفني نقول لهم كاع صحة عيدكم. وانت لطفي اسمح لي اسمح لي رياض اللي لبسني اليوم، اللي لبسني عبد القادر ميلودي، نقول له ميرسي على اللبسة الجميلة والأنامل تاعو، ميرسي بوكو فوالا. تحية منا ليه طبعا، نقول له لطفي وسلم. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، تحية كبيرة لكل ليزاجيريان صحة عيدهم، ونسلم على لا ريجيون تاعي بوزكان كاع لي زاجيريان، عاد الرشاوي نبيل حمزاوي يحويكلي، ان شاء الله سي با لا ديرنيير فوا كنا باسي فوتر ايميسيون ان شاء الله. مرحبا بكم، شكرا لك لطفي وشكرا لك منال، نورتونا بوجودكم. قبل ما نطلعوا فاصل، رياض رانيا تقدم تحياتها لابيها وامها وكل الناس، تقول لهم نتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. راهي تقول رانيا خاصه المشاهدين الكرام، ونروح فاصل ثم نعود. هلين مازلنا متواصلين معكم في هذا النقل المباشر بمناسبة عيد الفطر المبارك. شكرا لكل من انضم لنا وشكرا لكل من اختار باش يجوز أول يوم العيد معنا خلال هذا النقل المباشر. ومعنا في قنوات الشروق الثلاثة اللي هي قناة الشروق العامة، قناة سي بي سي بنا، وقناة الشروق نيوز. إهداءات خفيفة برك أنا حاب نديرها قبل ما ننساهم، نهديها إلى الإعلامية القديرة راضية بن شيخ، عتيقة طوبال اللي نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لها. نهديها لكل متابعيني على فيسبوك انستغرام وتويتر، نهديها كذلك لامامون تاعي نقولها سمحي لي كي درت الكاميرا كاشي وجاست على الشروق، نهديها كذلك المعلة فيفي عادل وتوفيق من لافامي طاهر بلار. هذا ما كان ياك معليش مازالوا شويه ماشي هذا ما كان. نهديوها كذلك لعائلة مباركي بحمادي، عائلة بوزيد بولاية سطيف، عائلة أيت الحاج بالمحمدية، عائلة قطوش بالقبة، وعائلة شطير بالمحمدية، عائلة دغيش كذلك ببيرتوتا ودرقان. وفرحنا مازال متواصل معكم ومازال متميز هذا النقل المباشر بتميز ضيوفه الكرام. ومسك الختام طبعا راح يكون مع جيل جديد راهو طالع بخطى ثابته نحو النجوميه. حاضره معنا نورهان زغيب. السلام عليكم، صحة عيدكم، ميرسي بوكو بور انفيتاسيون، يعطيكم الصحة. مرحبا بكم، فرحانة كي راني معكم. ايوا سي حاضرة معنا، نورمالمون نهضر معكم فرونسي ما بتفهمي شوية عربية. حاضرة معنا إيناس عبد اللي، مرحبا بك. لوختي قالت لك لوختي. لوخت ركز لي على لوختي. وعلاه مسكين كنتي غبنات وعليل وكيما كي لوختي. هي تمثل، هي تمثل فقط. زوالي مسكين. مرحبا بك حاضرة. عيدك سعيد إيناس. صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. نشكركم على الاستضافة هذه، راني فرحانة. سلام. بن سواغي، بن قعدة مليحة. طبعا طبعا. ويسعدني كذلك ان استضيف صاحب الصوت الشجي والجميل والحنف جدا، مروان اجناحي. مرحبا بك. ميرسي، صحة عيدكم. صحة عيدك. ان شاء الله تكونوا بخير، وصحة عيد كاع الجزائريين وكاع الامه الاسلاميه. شكرا على هذه الاستضافه،
واني فرحان بزاف كي راني معكم. احنا رانا فرحانين معكم. احنا فرحانين اكثر. حكوا لنا على اجواء العيد، على اجواء رمضان، كيفاش صمتوه؟ نورا كيفاش دوزتي رمضان؟ رمضان مع الاول جاني شويه واعر باسكو كنا مع لي كومب والدنيا اختبار. هذه النقطة اللي كنت حابة نركز عليها، كيف يعني تجمعوا بين التمثيل وبين الدراسة ومتفوقين في الدراسة؟ عطاكم مديحة واعرة بزاف. هاي السنة بزاف. لا لا، لأن الدراسة قبل، أنا نركز نقول الدراسة قبل. احكوا لنا كيفاش توفقوا يعني بين الدراسة وبين بون القراية، لازم يكون عندك باجاج تاعك. التورناج هواية، شغل التمثيل هواية، وي أباغ زيادة، عفسا نحبوها أنا نديروا فيها. لازم تكمل قرايتك، القرايه لازم. نعم يعني لو تعطيها فقط المايك رياض، نعطولها الميكروفون لإناس تفضلي باش يسمعوك المشاهدين اكثر. وانا كي انا نبدا بقرايتي دابور. لما قمش قرايتي من سنه تدرس إناس؟ سنه ثانيه متوسط. متوسط شحال تحصلتي على المعدل إناس؟ بصراحه الفصل الثاني، الفصل الثالث مازال ما عطمناش. 17.03 ما شاء الله. وانت نورهان؟ 16 17. وش سر هذا التالق؟ يعني القرايه التمثيل وش يعني لكم؟ هو هوايه، هو موهبه، او اضواء فقط وشهره؟ وش يعني لكم التمثيل؟ موهبه هذا العمر يعني؟ موهبه وهوايه. لا لا، خلينا نقولوا واش غيرت فيكم ولا واش زادت فيكم الشهره؟ ما شاء الله يعني لو كان نروح نشوفوا في انستغرام يعني المتابعين تاعكم كبيره جدا، نصف مليون، انت ربع مليون. ناس ربما رياض يعني عندها سنوات ما قدرت تحصل على بالك شويه برك من واش وصلوا لهما. نعم. واش زادت فيكم هذا الشيء؟